حوالي الثانية بعد الظهر وصلت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي أولاند إلى مكان تحطم طائرات جيرمان وينكس الألمانية في جنوب فرنسا قبل أن ينضم إليهما رئيس الوزراء الإسباني راخوي وتفقد القادة الثلاث مكان الحادث. إننا في غاية الحزن بسبب الضحايا الألمان، كما أننا حزانا على باقي الضحايا من الجنسيات الأخرى. إنها مأساة حقيقية وقفنا على حجمها بزيارتنا هذه. في غضون ذلك لا تزال فرق الإنقاذ وقوة الشرطة تواصل عملها من دون كلل ورغم الطقس الجيد، إلا أن عملية البحث معقدة بسبب تناثر حطام الطائرة على مساحة شاسعة. أمر لا يصدق، فالطائرة تفتتت بالكامل في الجو إلى درجة أننا لم نستطع معرفة ماذا جرى. إنه شعور باليأس العميق عندما يفكر المرء في كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. أمر محزن حقا. الأمال معقودة في العثور على الصندوق الأسود من أجل كشف ملابسات الحادث. فليلة أمس تم العثور على الصندوق الأسود الذي تعرض لأضرار بالغة، غير أن إمكانية تحليله لا تزال واردة. وقد تمكن المحققون الفرنسيون من الحصول على التسجيلات الأولية لقمرة القيادة، وفي غضون أيام قليلة سيتم تحليلها، علها تكشف مؤشرات هامة حول سبب الحادث. وهذا مهم خاصة لذوي الضحايا الذين لم يرغب بعضهم بالظهور أمام وسائل الإعلام، ويشرف عليهم أخصائيون نفسيون في هذا الفندق في مدينة برشلونة بانتظار أي معلومة جديدة لفهم ما جرى. إلى جانب كثير من الركاب الإسبان كان على متن الطائرة 72 راكبا من ألمانيا. وفي مطار برشلونة أقلعت مجددا طائرة تابعة للجيرمان وينكس باتجاه ديوسلدورف، وعلى متنها سيدة إسبانية كانت على وشك أن تفقد هي وابنتها الحياة في الرحلة المنكوبة. لقد طلبت ابنتي أن نسافر يوم الثلاثاء لنبقى في ألمانيا يوما إضافيا، لكنني لم أسمع كلامها لحسن الحظ، على الرغم من أنني غالبا ما أقتنع برأيها. بمشاعر مختلطة صعد جميع الركاب هنا على متن الطائرة المتجهة إلى ديوسلدورف، وهذا ما يجعل عمل فرق البحث في غاية الأهمية لمعرفة سبب سقوط الطائرة بأسرع وقت ممكن.